ازاي؟ يعني ايه اللي حضرتك بتطلبيه مني ده؟ اخلي مستر سليمان يوافق على المشروع ويمضي العقود كمان، ليه؟ انا مالي بالموضوع ده كله؟ سليمان قال لي انه ما بيعملش حاجه من غير ما يرجع لك، وانا هديله العقود النهارده، فضروري هيوريها لك وياخد رايي، فبلاش تعقدي الموضوع. عايزه تستخدميني يعني عشان خاطر مصلحه حضرتك، بس للاسف لو خيرتيني بين مصلحتي انا شخصيا ومصلحه مستر سليمان انا هختار مصلحه مستر سليمان. وبالنسبه بقى لموضوع المذيع اللي انا حاسه ان انتي بتلمحي انك تهدديني بيه، صدقيني الموضوع ده ما يفرقش معايا خالص. ومين بس اللي جاب سيره التهديد؟ وبعدين على طول كده قرارات عصبيه، افتكري ان بيننا عقد، والعقد فيه شرط جزائي وانا مستعده ادفعه كله. وفي ناس لي هانم للاسف مش محتاجه الشغل اساسا. خلاص بقى، ما فاضلش غير حبيب القلب توفيق. ما تتخديش كده، سامر بيحكي لي على كل حاجه. ولعلمك بقى يا كارمن، انا في شغلي ما بهزرش، وما بيفرقش معايا اي حاجه غير مصلحتي. وسليمان عبد الرحمن هيمضي العقود بيكي او من غيرك، بس انا كنت عايزه مصلحتك. مفيش اي مصلحه بيني وبينك خالص، وطالما انت متاكده ان هو كده كده هيمضي هيوافق، عايزاني ليه؟ انا بقول تشيليني بقى من دماغك وتطلعيني بره حساباتك. أنا عرضت على نزلي هانم شوية قرارات وهي وافقت عليها، هبلغ بيها حضراتكم حالا. أولا، نزلي هانم هتسيب التسويق وهيتم تعيين مدير جديد للتسويق. أستاذ مصطفى، أنا حرقي أكفأ 2 مندوبين عندك عشان يبقوا سوبرفايزرز، محتاجك بس ترشح لي 3 أسماء عشان نختار منهم، ويا ريت الأفضلية تبقى للكفاءة مش للأدمية. طبعا يا مستر توفيق، انا بالفعل مقدم ترشيحات كتير، هو بس ناقص ان احنا نقعد مع بعض. حضرتك هتكون معانا واحنا بنختار. شكرا جدا مستر توفيق. شكرا استاذ سيف. ايوه يا فندم. نزلي هانم وافقت على تعيينك مدير المالي للشركه. مبروك. مبروك. الله يبارك فيكم، الف شكر يا فندم. بالنسبه بقى للاستاذ حاتم، احنا عيننا مدير جديد للاتش ار في الشركه، وهو مستني بره. هنخلص الميتنج وحضرتك هتسلمه كل الملفات واي حاجه ليها علاقه بالخصم. انا ليه ممكن اقبل بالاهانه دي؟ حقك، حقك. حضرتك سمعت القرار، موافق على القرار تقدر تقعد. لا مش موافق طبعا. شكرا لمجهودك. كارمن. نعم. عايز القرارات دي تبقى على الميل لكل الاقسام بعد اذنك. فورا فورا.